جاي على العرس هو قلب الساعة الصفر. صور الحادثة وبعثها إلى شقيقته نادين مفاجأة جديدة تظهر في حادث جورج الراس. نادين الراسي بين محطات الحزن والفرح رحيل شقيقها وبداية عامها 43. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. نادين الراسي بين محطات الحزن والفرح رحيل شقيقها وبداية عامها 43. بعد أيام صعبة عاشتها الفنانة اللبنانية نادين الراسي شقيقة الفنان جورج الراسي بعد رحيله في حادث سير مروع أول الأسبوع الماضي، تحل اليوم ذكرى ميلاد نادين لتبدأ عامها 43 في غياب شقيقها الوحيد. نادين الراسي عارضة توزيع وموديل ثم اتجهت إلى التمثيل. هكذا بدأت نادين مشوارها الفني الذي حققت من خلاله شهرة ونجومية واسعة على مستوى العالم العربي. ولدت نادين في عام 1979 بمدينة الرحبة محافظة الشمال في لبنان، ودخلت عالم التمثيل بالصدفة وعرفت بدورها في مسلسل عصر الحريم ومسلسل جريمة شغف. كانت بدايتها في عروض الأزياء، كما ظهرت كموديل في فيديو كليب عشقتك للفنان فضل شاكر وكليب أرجوك للفنان وائل جسار، ومثلت المرة الأولى في مسلسل بشوات، ثم شاركت بمسلسل الآخر بعنوان كرت السبحة، ولها العديد من المشاركات في السينما ومن أهم أفلامها خليك معي وغنوجة بيا، حتى تولت عملها وقدمت العديد من الأعمال الفنية كان أكثرها في التلفزيون، إلى أن شاركت بعد ذلك في عدد من الأعمال الدرامية أبرزها ليل الذئاب ولونا ابني ومش زبطة والحال بإيدك وغنوجة بيا، كما شاركت في الدراما المصرية بأدوارها في عدد من المسلسلات المصرية منها كلام نسوان في عام 2009 مع الفنان لوسيا والفنانتان مايا دياب وآلين الزغبي، مما زاد من شهرتها ونجوميتها على مستوى العالم العربي. وكانت آخر مشاركتها في المسلسلات المصرية في عام 2012، كما لها عدد من المسلسلات الناجحة منها زوج تحت الإقامة الجبرية وورجوريا وجريمة شغف وقصة حب وآخرهم بيروت 303 الذي عادت من خلاله إلى الشاشة من جديد بعد الرجوع عن قرارها في الاعتزال. وعاشت نادين حياة قاسية مرت من خلالها بعديد من الأزمات، ولكنها كانت قادرة على تخطيها جميعا. ففي سن 17 تزوجت أول مرة من رجل الأعمال اللبناني حاتم حديشتي وأنجبت ابنها الأول مارك، ولكن الزواج المبكر حال دون استقرار حياتها الزوجية التي انتهت بالطلاق، حتى قامت بالزواج مرة ثانية من جسكار أبي نادر وأنجبت منه طفليهما مارسيل وكارل. حدث خلاف بينهما وبين طليقها حول حضانة الأولاد، فكان اللجوء للمحاكم هو الحل، حتى قضت المحكمة لهم بحضانتهما. صور الحادثة وبعثها إلى شقيقته نادين مفاجأة جديدة تظهر في حادث جورج الراسي. كشف التلفزيون الجديد اللبناني تفاصيلا جديدة عن حادثة وفاة المغني اللبناني جورج الراسي شقيق الفنانة نادين الراسي، وقال تلفزيون الشهيد إن شاهد عيان قام بالتقاط صور الحادثة وقام بإرسال إلى الفنانة نادين الراسي شقيقة جورج، وقام بالاتصال بها لأنها لم ترد على اتصاله. وفجر التلفزيون الجديد اللبناني مفاجأة حول وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي الذي مات صباح السبت الماضي إثر حادث سير، وهي أن الراسي ظل حيا لمدة 6 ساعات قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. وكشف التلفزيون الجديد في تقرير مصور أن أحد الأشخاص كان مارا على الطريق بعد الحادثة وشاد السيارة المحطمة فنزل من سيارته ليطمئن على السائق، ليتفاجأ أنه الفنان جورج الراسي. وأشار إلى نبض الفنان اللبناني ظل موجودا لمدة ساعات، أي أنه لم يمت فور اصطدامه بالحاجز الخرساني، واتهم شهادة الدفاع المدني بالتسبب في وفاة الراسي بسبب أنه حينما وصل إلى مكان الحادثة لم يجري أي إسعافات أولية ولم يضع المصاب على جهاز الأكسجين حتى لفظ الفنان اللبناني أنفاسه الأخيرة. وفتحت الموديل جويل حاتيم طليقة الفنان جورج الراسي النار على أسرتهما في تصريحات لها عبر خاصية الستوري على تطبيق واتساب نقلت عدد من الصحف اللبنانية. وكشفت جويل حاتيم الكثير من التفاصيل عن حياتها وعائلتها ووالدها الذي هاجمته بشدة في رسائلها عبر واتساب، ووجهت له كلمات سباب بعد انتقاد لتصريحاتها مؤخرا.
وقالت طريقة جوجو راس إنها أجبرت على الزواج منه بعدها حملت منه في طفلها الوحيد الذي قالت عنه في تصريحات تلفزيونية أن لا ترغب في إنجاب المزيد وستكتفي به. وحملت جويل حاتم والدها وعائلة الراس مسؤولية زواجها الفاشل من جوجو راس لأنها حملت منه بالخطأ، وطلبت من حسن نصر الله تدخل لحمايتها وابنها ومساعدتها. وأكدت طريقة جوجو راس على أنها لم تفقد عقلها بعد كما يتهمها البعض لامتلاكها جميع الأدلة والوثائق على هاتفها التي تؤكد تصريحاتها. نادين الراس تفتش في ماضي جوجو راس وتعهده بهذا الأمر. بعد وفاة الفنان اللبناني جوجو راس أعاد شقيقته الممثلة اللبنانية نادين الراس على صفحاته على موقع التواصل الاجتماعي نشر صورة من حساب جورج وهي صورة مكتوب عليها لن ننسى أبدا، وحينها نشرها في ذكرى انفجار مرفأ بيروت وجه من خلال رسالة إلى وطنه لبنان مستعينا بكلمات من أغنية بعنوان انت اختياري، وكتب رحبك طول عمري لو طال انتظاري. وبدورها نادين علقت أعودك لن أنساك أبدا يا أخي سوف يدفعون ثمنا. وكان قد توفي صباح اليوم السبت الفنان اللبناني بحادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من الأمن العام خلال عودته من حفل أحياه من سوريا. ويصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة نادين الراس والتي أكملت عامها 43، فهي من مواليد 4 سبتمبر 1979 وقد بدأت مشوارها الفني في عام 1999. تزوج نادين الراس مرتين، الأولى من حاتم حتشيتي في عام 1996 عندما كان عمرها 17 عاما وأنجبت له ولدا اسمه مارك، ثم انفصلت عنه من دون معرفة الأسباب. صور الحادثة وبعتها إلى شقيقته نادين مفاجأة جديدة تظهر في حادث جوجو راس. كشف تلفزيون الجديد اللبناني تفاصيلا جديدة عن حادثة وفاة المغني اللبناني جوجو راس شقيق الفنانة نادين الراس. وقال تلفزيون الشهيد إن شاهد عيان قام بالتقاط صور الحادثة وقام بإرسال إلى الفنانة نادين الراس شقيقة جورج وقام بالاتصال بها إلى أنها لم ترد على اتصاله. وفجر التلفزيون الجديد اللبناني مفاجأة حول وفاة الفنان اللبناني جورج الراس الذي مات صباح السبت الماضي إثر حادث سير، وهي أن الراس ظل حيا لمدة 6 ساعات قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. وكشف التلفزيون الجديد في تقرير مصور أن أحد الأشخاص كان مارا على الطريق بعد الحادثة وشاهد السيارة المحطمة فنزل من سيارته ليطمئن على السائق ليتفاجأ أنه الفنان جورج الراس. وأشار إلى نبض الفنان اللبناني ظل موجودا لمدة ساعات أي أنه لم يمت فور اصطدامه بالحاجز الخرساني، واتهم شهادة الدفاع المدني بالتسبب في وفاة الراس. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب انهيار نادين الراس؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي